كابتن عادل، الف مبروك، فوز مهم ومطلوب للنادي الاهلي بعد مباراه الهلال وقبل مباراه سان داونز. هو مبروك، واحنا يمكن اتكلمنا وقلنا ان استفدنا من مباراه الهلال، وحتى رغم الخساره ولكن وصلت انك انت كسبت اسوان باريحيه. الحاجه التانيه المهمه، يمكن احنا اتكلمنا بين الشوطين وقلنا ان الماتش خلص وكان يجب انه يغير، حتى قلنا التغييرات يمكن غيرها كل اللي قلناه. يعني واضح ان الراجل بدا يعني بيشتغل على حته توزيع الاحمال على اللعيبه، بمعنى انه مغير كهربا، يمكن ده عشان اشتكى، ولكن كهربا كان لازم يكمل لو كان سليم عشان ما خدش دقايق كتير، لكن اشتكى. عبد القادر اتغير، وعبد المنعم اتغير، وديانج اتغير، والشحات اتغير. يعني انت بتتكلم في اربع لعيبه اساسيه من المباراه اللي فاتت. مين اللي نزل؟ لعيب اساسي زي طاهر كان موجود، بيرسي كان اساسي وموجود. فانت بتتكلم يا كابتن ايمن على توزيع احمال من المدرب، ودي حاجه جيده. في حته اللي هو ليه انت ما ضغطتش الشوط الثاني وجبت اهداف اكتر واحرزت اجوان اكتر؟ انا اقولها لك بمنتهى البساطه. النادي الاهلي الفتره اللي لعب فيها، انت داخل في 16 يوم او 17 يوم، لعب 6 ماتشات منهم ايه بالظبط؟ منهم سفر مرتين، وادي سفريه اسوان تغيير ده الاجواء، سفر برضو 3 سفريات، وانت بتتكلم تغيير اجواء من فرقه لفرقه، من بطوله لبطوله، ملعب من ملعب لملعب، من فكر لفكر، من تاكتيك لتاكتيك، حاجات كتير قوي كده. تصنيف الفرقه كمان اللي انت لعبت معاها في كاس العالم ومدى قوتها، ولعب 4 ماتشات في غايه القوه في 10 ايام وقوه الفرقه. فانا عشان كده بقول لك ايه، انك انت كتير من الاوقات انك انت تروح لهدفك ولغايتك، الدوري تجمع نقاط، انت فاهمني؟ احنا دائما بنقول الفرق الكويسه الكبيره لما بتبقى مش كويسه بتكسب، علشان ما تجيش في اخر الدوري نتكلم على جمع النقاط. فالنادي الاهلي النهارده مثلا احسن شوط عمله الشوط الاولاني، خلص المباراه. الشوط الثاني انا شايف انه كان شوط كويس جدا من وجهه نظري، لانه اقتصدت جهد، جهزت ناس، صح، ريحت لعيبه، فالاهداف بتاعتك عملتها.